Gerçek anlam, sözcükte anlam bir, yanındaki sözcük şey yani sözcük. Evet. Şey yani sözcük. لما تعرف فورا كل ما أعرف عشان ترجم لك. تمام. سوز ما اعرفش ايش يعني سوز. إيه سözcük يعني كلمة. بق yanında. Sözcük yani kelime. Tamam mı? Şimdi Viyana'nın gerçek anlam. Yani manel hakiki. Burada bir sözcüğün ıkra lihay. Sama oku. Bir söz jünü sosyaldine Söylendiğinde. söylendiğinde Evet. akla gelen ilk anlamı sözlükte ilk sırada bulunan bir numara İle ile gösterilen herkesçe bilinen bilinen anlamına girecek anlam şu ılfızı hece gerçek. gerçek. Anlam Denir. denir. Gerçek anlam denir. Hala في عندك أول شيء في عندك الجerçek anlam والمجاز anlam. Gerçek anlam yani معنى حقيقي. مثلا ilk örneği oku. لا بس تقرأ الأرنك. تعرف شو يعني أرنك؟ مثال مثال. هلا عم يقول لك bir numara ile gösterilen. Herkesçe bilinen anlamına gerçek anlam denir. Yani şey الحقيقي. طبعا نحن نقول حقيقي معنى حقيقي ومعنى مجازي. هلا راح نشوف هون المعنى الحقيقي وتحت في عنا المعنى المجازي. بس تقرأ الأرنك راح تفهم. شمدي بيرنجي أرني أوكو Bu soğuk havalarda hasta olmamak olmamak için için kombiyi kombiyi en üst üst seviyeler lere lere çıkardı. Hayır. Bugün soğuk. Şen soğuk. Sege. Yani barit. ايوه ساقع. Havalarda yani هوا معناه هوا لكن هون جاي معناه جو. بهذه الأجواء الباردة. بو يعني هذا وهذه. هاسطة شن هاسطة؟ olmak مرض ايوه olmamak شو يعني؟ ممنوع لا مشان عم بقول إتشين يعني لأجل أن لا نمرض أو لأجل أن لا يمرض هو خاصة أمامك إتشين كومبيه تعرف الكومبي؟ إيه كومبيه أن üst seviyelere أن üst يعني أعلى الشيء أن üst üst يعني أعلى أن üst seviyelere يعني مستوى seviye يعني مستوى يعني لأعلى مستوى çıkardı يعني طالعه بمعنى انه رفع
تبع الكومبي لما نرفع الدرجات لآخر الشيء بصير الجو حار جوا، مو الشتوية. عم بقول مشان ما يمرض إيش عمل؟ يعني حط آخر مستوى للكومبي مشان الغرفة تظل حارة، يعني الجو يكون معتدل حار. الله ظلمة. فهون كلمة بارد هو عن جد الجو بيكون بارد، لكن لو نجي على المجاز أنظم، يعني مثلا سوق كان أضام، شان السوق بارد. كان له كان، شو يعني كان؟ يعني دم. كان له يعني ذو دم. أضام، أضام شو يعني؟ يعني رجل. إذا ما تعرف هدول أنا عم سجل هلا، رح أبعث لك التسجيل، اكتبهم كلمة كلمة وترجمهم. تعرف تكتب عربي ما؟ ضل اكتب الكلمات واحفظهم مشان مخزون الكلمات يزدادوا عندك، عشان ما تتعذب بس تروح على المدرسة. شني هون سوق كان له عظام، يعني انتو كمان بتحكوا بين بعض، ما بعرف العامية نقول هذا الإنسان دمه بارد. عظام يعني رجل دمه بارد، دم الإنسان بارد. هو بالحقيقة بيكون بارد دم الإنسان؟ لا شو معناه هون؟ هذا شيء غير حقيقي. غير حقيقي. أينا فنقول مجاز أنلم، شوف اللي راح تاخده تحت باك بورد ياز مشتر. مجاز أنلم، مجاز ديش مجي أنلم، مجاز أنلم يعني نستخدمه مكان غير حقيقي، معنى شو اسمه مجازي. كمان بالعربي نقول معنى مجازي غير حقيقي. طيب هلا شوف لنا الثانية، إيكينجي أرنك الاندكي إلينكي يشيل المايو كسكين بير بيتشوك لا شوف إذا ديل كلمة كانت طويلة وما عرفت تقرأها ساوية قسمين، ديليم ديليم ليب، ديليم ليب Deneyimleyip evet. arkadaşlarına dahil. ضغط. طيب هون الكلمة عم يقول الكلمة الحقيقية شو؟ كيسكين. شان بتشاك؟ ها؟ بتشاك كيسكين بتشاك، بتشاك يعني سكين، كيسكين يعني حاد، يعني سكين حاد. فهون عم يقول اليندكي يعني اللي بإيده، يشيل المية شو يعني؟ شو يعني يشيل؟ تعرف الألوان؟ شو يشيل؟ يشيل أخضر بيكون. أيوة أخضر. يشيل المية شو يعني؟ يشيل تفاح خضراء أيوة يعني التفاحة الخضراء اللي بإيده، اليندكي اللي بإيده، كيسكين بير بتشاكلا يعني بسكينة حادة، ديليم ليب يعني قطعها، قطع التفاحة الخضراء اللي بإيده بسكينة حادة. أركضاش لرنا ضغط، شو يعني ضغط؟ مثل بعض الكلمات يعني وزعها على رفقاته، يعني كان في بإيده تفاحة خضراء قطعها بسكينة حادة ووزعها على رفقاته. فهون ايش يعني؟ ضغط يعني وزع، توزيع. تعرف معنى أركضاش؟ ديليم ليب ديليم ليب، ديليم هون في عليهم لواحق، فالديليم معناه قطع، لما تقطع البرتقالة فالقطعة الوحدة منها تقول ديليم،
أو الخبزة لما نقطعها هاي قطعة صغيرة بدنا ناكل فيها نقول دي لم. فهون هو قطع الألما اللي هي التفاحة، ف دي لم ليب أركداش لنا ضغط، يعني قطعها القطع صغيرة وأعطاها أو وزعها لرفقاته. أنضن. فهون كلمة الحقيقية هون الجيرتشك أنضن شو هي كاسكين. كاسكين معناه حاد. مرات نقول هذا الإنسان لسانه حاد، شان لسانه حاد في معنى مجازي صح؟ إيش لسانه ما بيقطع شيء، بس إنه شو بيجرح الإنسان. حتى لما أقول بيجرح الإنسان معنى مجازي، مثلا قلبي مكردو، شان قلبي مكردو؟ والضمير كتبته قلب شو يعني قلب؟ جرحت قلبي كرد يعني كسرت قلبي. قلبي زجاج لا ينكسر، ينكسر القلب ما بينكسر صح؟ فمعنى مجازي. لكن هون هلا اللي أخذناه هذا معنى حقيقي، لأنه السكينة عن جد بتكون حادة والجو عن جد بيكون بارد. هلا نشوف تحت قبلة. بدك تستخدم كلمة كابالو بجملة، حاول أنا رح أبعت لك هذا الملف حاول تحله تمام، وإذا ما عرفت معلش الدرس الجاي أنا بساعدك. اسمك يعني الرياح، الرياح رجار اسيو، اسمك يعني هافانون بير يوندان بير يونا حركة اتمسي، إنه الهواء لما رجار شو يعني الرياح، الرياح لما إيش نقول الرياح شو بتصير لما بتمشي الرياح شو بنقول بالعربي؟ اسمك نيسا الله جام. قلم يعني القلم، فطلمة يعني الانفجار. هذول حاول تستخدمهم لو بجملة. نحلها واحنا في الدرس هلا أنا بدي إياك تكتب جمل أنت من حالك، راح أكتب راح أحل لك واحد منهم أو تنتين نحلهم وتنتين أنت حلهم لحالك تمام. حاول حاول من جوجل من هون من هون جيب كلمات عشان تتعلم أنت. هلا كابل مثلا فيك تقول إيفي جيردم إيفي أو جالدم، يعني إيفي جالدم. أتيت إلى المنزل. أما كابو كاباليد. يعني الباب أين الباب كان مسكر كابليد، فهون أنا استخدمت كلمة كابليد. الباب بيكون مسكر، إيه الباب مسكر تمام. إنه مثل تقول أنت سكرت علي الأبواب ما عاد فيني أتحرك، يعني بمعنى مجازي. مثلا كلمة تانية اسمك أقول دشريت شكتم، شو يعني؟ خرجت إلى الخارج. أيوة روزجار اسيو، روزجار اسيور. بستخدم أزمنة إذا شايف هون كتبت كاباليد، هون كتبت اس اسمك يعني الرياح لما تجري تمشي، الرياح لما تكون موجودة يعني نقول اسمك اس ايه. فشو ضفت له اس يور، اخذت اليور قبل اسامة اخذت اليور ايه شو بيعني؟ مو عن الزمن الحاضر؟ يعني الرياح تهب بمعنى اسمك يعني الهب يهب او تهب. طيب كلمة قلم اعمل لي اياها جملة. حيلا جملة شو ما بدك.
مثلا ها هي بإيدي قلم مثلا، أو أمي اشترت لي قلم. شو أمي؟ بنام انام قلم عنم، عنم، بنا، قلم قلم. ايه اشترت؟ شو يعني اشترت؟ اوكو نيل عندك عالضو عينان، عنام بنا قلم عالضو. طيب اللي بعده باطلمك يعني الانفجار، باطلمك يعني الانفجار. مثلا فيك تحكي لي انت عن الانفجار جملة من عندك شو من كان؟ ديش يا رضا، بنام طبو ايه بينيم توبهم. ايه بدي اقول انفجرت، شو بقول؟ او طقت. باطلدو عارفين فاطلضة. شايف سهلين. طيب بما اني حليتهم انا بدي منك انت كمان تكتب لي جمل ثانية غير هدول بهدول الكلمات، تمام؟ الكلمات اللي ما بتعرفهم اسألني وانا بجاوبك شو معناهم، المهم انك تحفظهم. الله يشتكمه. مشتركة. تمام. شندي مجاز الله معنى مجازي، قلت لك شندي ارني اوكو ارنك. يا بتو يا سون سون هريكتلي هريكتيه طيب اقرأ لي هيك، هاي الكلمة اللي كتبتها شو؟ حركات ها فأنت اقرأها كأنه موجودة بس حركات، ولا تقرأ حركات الباقي. بعدين حركات قول تيلا. يلي أين حركة تيلا؟ حركات يلي هركة سي هركة سي آخر حرف شو؟ سي لا آخر حرف بالكلمة. هركس هركس آخر حرف شو؟ ما لفظته. هركس هاير. هاي مو ايه. هركسي. اي هاي صح؟ شو الحرف؟ ايه اينا. طيب شو بصير؟ هركسي. ايه كمل. كسي كان دين كان كان ديندان. كان دين دان صوت اوتو صوت. صوتو شوف اقرأها هيك، صوت صوت، بعدين قولتو. صوت اقرأها مرة ثانية، صوت 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 تو صوت تو. بدك تشدد التاء لأنه في عندك اثنين تاء. صوت أين صوت؟ طيب يابط صون حركتي لا، يعني بالحركة اللي سواها آخر الشي. صون يعني النهاية، يعني آخر الشي يابط اللي عملها اللي سواها الذي فعله. صون حركتي لا، الحركة يعني الحركة الذي فعله آخر الشيء. هاركسي كان ديندان صوت. هاركسي يعني الجميع، كان ديندان يعني من نفسه صوته، خلاهم يبردوا منه يعني بمعنى صوتك يعني تبريد، انه اخر حركة يمكن حركة مو منيحة عملها يعني خلى الكل يبردوا منه. عن جد في برودة بالموضوع.
شو معنى أنا بردت منك؟ تستخدموها أنتوا كمان؟ لا لا ما بتستخدموه؟ تستخدموها أبدا؟ لا طيب شو في معاني مجازية بتستخدموها أنتو؟ أنا بردت منك مثلا بان بان صودم بان سان صودم، يعني أنا بردت منك بمعنى أنا ما عاد حبك، بمعنى إنه ماني حاببتك مثل قبل. هاي معناها معنى مجازي، مثل اللي قبل شوي قلت لك انه قلبي مكردن، انه كسرت لي قلبي، فالقلب بينكسر. لا لا، فمعناه هذا شو بنقول له؟ مجازي مجاز انم، مجاز انم سيلة. مجاز الله أينن أولايلري. هلا اقرأ الجملة اللي بعدها. لا إذا أرى أشتران كمسر كسكين بير زكايا صاحبتي أهيبتي. صاحبتي طيب أولايلر أراشتران كوميسار، تعرف كوميسار شو يعني؟ يعني ضابط، ضابط شرطة. أولايلر الحوادث، أراشتران يعني يبحث عنه، يعني الضابط اللي بيبحث عن الحوادث. كيسكين يعني حاد، بير زكايا صاحبته، يعني هو صاحب لذكاء حاد. فهون نحن نقول عن السكينة إنها حاد، ما نقول عن الذكاء إنه حاد، يعني نحن بنحكيها بالكلام لكن هو معنى مجازي، له معنى مجازي. كسكين ذكاء. طيب اكتب لك الكلمات اللي ما تعرفهم. ذكاء شو يعني؟ زكاي ذكاء. كسكين كسكين اسلام يعني حاد. شو هو الحاد؟ السكينة صح؟ طيب عم تكتب هون؟ كتبتهم قبل طيب كوميسار. كوميسر ليكو هاد مين؟ شرطي ضابط الشرطة. طيب شو كمان في كلمات؟ ما صاحب، صاحب شو يعني؟ صاحب صاحب. سوق شو يعني؟ باب بارد. صون. خير صون أخير أخير، برافو. هاكس. كلنا أيوة الجميع، يعني الجميع. طيب كاندي. نفسك نفسه. لحالك أيوة كاندي يعني نفسه. طيب هالمرة الكلمات بدنا نستخدمهن، بدنا نستخدمهن بالجمل معنى المجازي. هنا بالسفر مجاز الله يكون معنى مجازي. مثلا ما رح حلهم كلهم، بترك لك وظائف. إنجا، كلمة إنجا شو يعني؟ تعرف معناه؟ اللي ما تعرف فورا قل لي ما بعرف، مشان ترجم لك فورا. طيب إنجا يعني رفيع. كويو
يعني مثلا في أقلام رفيعة، أو في عنا، شو في عنا رفيع؟ إيه، كتب عنا رفيعة أو دفاتر رفيعة، ودفاتر تكون قلن. عكس إنجا، شو إنجي عكسه؟ سميك. بيجي عكسه قلن. قلن يعني سميك. قلن إنجي. إنجي قلن. طيب هون كويو شو يعني؟ كولو سميك. لا يلا طيب قارن. قلن سميك، إنجا رفيع، هذول متضادين. هيو يعني غامق، عكسه شو بيجي؟ لون غامق مثلا. فاتح. أيوة، شو الفاتح؟ كتبت لك أنا أشيك. أقرأ. أتشك، أينن، أتشك. كابالو شو يعني؟ مغلق. مغلق. أيوة، اسمك ميك. نو لما الرياح تهب نقول اسمك، تمام؟ اس اس يور رزجار. شان رزجار؟ الجو. هاير الجو، هوا درمو نقول، او نقول هوا. شوف نقول هوا للهواء نقول هوا، وللجو نقول هوا. هون الرزجار رح اكتب لك الكلمة كمان، احفظ هدول الكلمات كلياتهم، احفظهم. رزجار، رزجار، تمام. في اي كلمة ما فهمتها ترجم لك اياها. روزجار ايش معناه؟ يعني رياح، تمام. تمام. طيب هلا بدي نستخدم كلمة إنجا بجملة تكون مجازاً. مثلا لو معنى حقيقي بدي استخدم إنجا بير بيلي. هلا هاد هنن بدهن للمجاز، انا راح اكتب لك للحقيقي وبعدين نرجع للمجاز. إنجا معناه رفيع، رفيع قلم انجيل. إنجا. ابد. هلا بدي استخدمه بجملة. إنجا بير بيلي بار. بال شو يعني؟ بال يعني خصر. إنجا بير بيلي بار شو يعني؟ انجا يعني رفيع، بال خصر، يعني لديه أو لديها خصر. رفيع. أينن، هون الخصر عن جد رفيع. طيب إذا أجي على المجاز أنلم، معنى مجازي، لازم أحكي شيء يعني يكون معنى مجازي. شو إنجا مثلا؟ إنجا توك، إنجا دشنجلي، جيلي بير كادن مثلا. يعني هي امرأة فكرها رفيع، انه فكرها او الافكار اللي عندها حلوة، يعني يجي معنا معنى مجازي، يعني انه ما، او نحن نقول مثلا عقلها شو خفيف. شو يعني عقلها خفيف؟ ما بعرف إذا تستخدموها أنتو كمان، يعني نقول لا تؤاخذها، معلش عقلها خفيف، يعني ما تفهم بسرعة، بس هي عن جد أنت حطيت عقلها على الميزان وشفت إذا عن جد هو خفيف ولا تقيل، يعني له معنى مجازي على ظلمه. وهنا كمان نقولوا إنجد شنجلي، يعني هي امرأة بتفكر بشكل حلو. شو إنجاد وشنجاد السن مثلا بيستخدموها.
هلا شيل منه الكلمات اكثر شيء. مثلا برضه بي örnek var oku هون bak burası dakika şurası Bugün de dünyalar kadar işim vardı. bugün de bugün yani اليوم de هون شو معناه يعني ايضا بugün de الدا اذا كانت هيك مو موصولة مع الكلمة معناه أيضا اليوم أيضا دنيالار كدار إشم بارد يعني كان لدي عمل قد الدنيا نحن نقول بقدر الدنيا يعني عندي شغل كثير اليوم كمان كان عندي شغل كثير çok işim vardı يعني dünyalar kadar işim vardı فأكيد ما بيكون عندي شغل قد الدنيا كلها فمعناها مجازانة. طيب شوف هون وآي شوف وفاك في مساء مي عندي مي وجي المي معناه مجاز مجاز والجي معناه جارتشك فأنت بدك تحدد يا بتحط مي أو جي بالمربعات فأنت تشوف تقرأ الجملة تفهمه إذا هو مجاز ولا جارتشيك مثلا بيري أوكو بير وآي وفاك مساء masrafların مصرفلرını biraz biraz kısmalıyız. kısmalıyız kısmalıyız bu ay يعني هذا الشهر مطبق مصرفلرını مطبق يعني المطبخ مصرف يعني مصارف أيوة يعني المصاري اللي نصرفها عليها مصرفلرını biraz يعني biraz يعني قليلا قليل أيوة قسمليز يعني لازم نقلل شوي معنى إنه نقلل قسمك إنه نوطي نوطي شوي من مصارف المطبخ لهذا الشهر كسمليز فهون نحن فينا نوطي للمصارف يعني التوطية يكون للصوت هون براس سيسي كسع مسنز كسمك يعني نوطي فهون جاي كمان معنى مجازي تمام o yüzden biz burada M harfini kullanacağız. مجازي معنى مجازي يعني احنا لازم نقول نقلل المصارف şimdi sonraki ne sen bak sen çözmeye çalış حاول تحلهم فيك تترجم Arkadaşlar. اذا صار في كلمات ما عرفتهم انا فهمك اياهم لكن بدي انت تشوف اذا انا مجاز ولا جيرتشك هلا راح اشوف جمل قبل ما يخلص الوقت عندي 5 دقائق بس نار ديدة دول كلمات حاول تحفظهم تمام كل شي كلمات اكتب لك اياهم تحفظهم هيك اقرأ لي هذا النص عشان هيك نقوي لك شوي القراءة أتشجم أتشيردم أشتم شمدي أوكو Merhaba, benim adım Katı. كاتي إيه Katı. Evet. Ben İspanyalıyım. Burası benim okulum. Okul Tophane'de. Subhanede. Okul 6 katlı
Altkatta ofisler var. Ofisler büyük. Ofislerde masalar, Masalar. koltuklar Şuf ılfızha صح. Masalar. var. Masalar. Evet. Bilgisayarlar, dolaplar var, sekreterler ofiste. طيب خليني ترجم لك. نقول مرحبا مرحبا، بنيم أدم كاتي، اسمي كاتي، بان إسبانياليم. شو يعني؟ أنا من إسبانيا. عفوا. طيب إذا بدي أقول أنا فلسطيني. بان فلسطيني. عفوا. بورس بنيم أوكلوم. شو بيحكي؟ إنه هون هنا مدرستي، تمام. بنيم أوكلوم، بينيم أوكلم يعني مدرستي، أوكل توبهانة ده يعني المدرسة بتوبهانة، فمكان أوكل ألت كاتلة. شو يعني؟ الطواب. أيوة المدرسة 6 طوابق. ألت كاتلة أوفيسلار وار. شو يعني؟ في 6 طوابق في ألت ألت مو ألت ألت يعني تحت، يعني الأسفل، يعني بالطوابق السفلى. أوفيس لارفار. شو يعني أوفيس؟ يعني مكتب، يعني مكتب. بالطوابق السفلية يوجد مكاتب، مكتب. أوفيس لاربيك. شو يعني؟ المكتب المكان كبير. كبيرة. أوفيس لاردا مصالار. أكيد تعرف مصا، طاولة. طاولة. كولتوكلار. كولتوك الأريكة، نحن نقول له أريكة. أنتم شو بتقولوا للمقاعد؟ مو المقاعد المدرسية هذيك سراء، أقصد المقاعد اللي بالبيت نقعد عليها، غرفة الضيوف. سند. كولتوكلار. بالجسيارلار أكيد تعرف يعني حواسيب. دولابلار. شو يعني دولاب؟ دغليب أيوة خزانة. فار. خزان. سكرتيرلار أوفيستا. شو يعني سكرتيرلار أوفيستا؟ يعني السكرتيرة كاتب وين؟ بالمكاتب. وفي سكرتيرة. عارفين يعني السكرتيرات بالمكاتب أو بالمكتبة. إكينجي. إكينجي. هلا إذا شفت بعد 2 نقطة فبدك تقول الثاني، الثالث، الرابع. إكينجي، إكينجي، دوردنجي و بيشنجي. كاتلاردا صنفلار var. يعني يوجد صفوف في بالطوابق. الطبق الثاني والثالث والرابع والخامس، عافل. طيب كمل أنت قراءة من هون. وكل ده اون سيناف وار لا اون شو اون سينيف صنف صنف؟ اون صنف هير ظهر.